هذا الكتاب يتحدث عن معضلة في السوق الفكر العربي المعاصر، المصنف ضمن فئة النهوض بالفكر العربي وبناء الدولة، يندرج ضمن كتب المال والأعمال، كتب التسويق، وكذا كتب التنمية البشرية. ماذا لو قلت لك أنك بصدد قراءة موسوعة من المعلومات والأشياء التي يغفل عنها أكثر من 90% من سكان بلدك أو أي مكان تتواجد فيه حاليا؟ هذه المعلومات قد توفر عليك أحد المبالغ المالية التي كنت على وشك إضاعتها، أو قد تجعل ذلك المبلغ يتضاعف آلاف المرات. ستوفر عليك اختصار الطريق، فما مر به الكاتب في عدة سنوات ستحصل عليها أنت في ساعة أو ساعتين فقط. كتاب التسويق الشبكي، طريقك للثراء، للكاتب عبد الوهاب عفان.